أحبب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك وقريبك كنفسك. بهاتين الوصيتين يتعلق الناموس كله والأنبياء. أبنائي وبناتي المحبوبين بالرب يسوع المسيح، بنعمة الله اليوم اشتركنا بالقداس الإلهي، ولما منشترك بالقداس الإلهي منترجم محبتنا لله وللقريب لتورجياً، يعني منقدم هاي المحبة كذبيحة حية أمام ربنا وأمام القريب من خلال تواضعنا، من خلال انسحاقنا وسجودنا أمام الله. كل واحد فينا بيأدي الإكرام والسجود لربنا وللقريب بمحبة. كتير مهم في أيامنا الصعبة اللي فيها المحبة بتفتر، إنه نحن نقدر إن نعيش المحبة ونترجمها لواقع. وكتير مهم هذا الواقع يكون سلوك في حياتنا وفكرنا يكون بموجبه، حتى نقدر إنه المحبة تبقى حية في مجتمعنا. قديش مهم الفضائل الروحية تكون موجودة في داخل بيوتنا ومجتمعاتنا. اليوم الكنيسة من خلال الإنجيل بتذكر كل واحد فينا على مسؤوليته تجاه الله والقريب. كتير مهم إنه نحن نسجد لله، وهذا السجود منعمله بمحبة، هاي المحبة الآتية من التواضع بالصلاة. بحياة الكنيسة الليتورجية بوجود سر الكهنوت، كتير مهم بزمننا اللي فيه الهرطقات والبدع بتنتشر، وفي تيار بده يخلي الكل متساوي مع بعضه البعض، يعني النور والظلام واحد، الحق والباطل واحد، العدل والظلم واحد. نحن في زمن أبنائي خطر صعب، نحن في أزمنة الأواخر. عشان هيك قديش مهم إنه نحن نحافظ على أسرار الكنيسة. وهون اليوم بدي شوي أتكلم عن سر الكهنوت المقدس، لأنه بشوف البعض بيستهين بهذا السر، وبالتالي بيستهين بالكهنة والآباء. عشان هيك هذا صار في ضمائرنا، لأنه البدع والهرطقات خلت الكاهن الحقيقي يكون متساوي مع الكاهن المش حقيقي، مع الكاهن يعني الهرطوقي. وبالتالي صرنا ننادي أبونا مين ما كان، مع إنه مش كل أب بلدنا بالروح القدس إلا بسر الكهنوت المقدس. عشان هيك دائماً أنا لما بتكلم مع أولادنا الصغار بحكي لهم دائماً اهتموا إنكم تأخذوا بركة الأهل، وبعني ما أقول، لأنه الإبن والإبنة لما بخرجوا من البيت وبأخذوا بركة أهليهم، نعمة ربنا بتحيطهم. وصدقوني هاي هي حقيقة، يعني الأب والأم لما يصلب على ابنه صليب حقيقي سليم صحيح ويعطيه بركته لوين هو رايح، بيروح الابن والابنة بسلام للمكان اللي راح يروحوله.
والعناية الإلهية بتضللهم، وهذا واقع. ما تفكروا إنه هذا نظري، في عناية إلهية. أحد الآباء القديسين كان يحكي: مرة شفت أم بتصلب على ابنها، وفي الوقت اللي اكتمل الصليب العملته على ابنها شفت نور هلال هلالي أحاطت كل ابنها على دائره، وكأنه عناية إلهية حمته وأحاطت به بصليب الأم وبركة الأب. هاي هي البركة. وقديش هاي البركة بتكون أعظم وأكبر بسر الكهنوت المقدس. بشوف البعض بتفلسفوا على الكهنة وكأنهم بدهم يبينوا أذكياء، وبيصيروا يستهزئوا في الكهنة: وليش أبونا بتعمل هيك؟ وشو بتحكي هاي الطائفة؟ وشو بحكي فلان؟ يعني باختصار حتى ما أطيل، بتفلسفوا على الكاهن حتى يبينوا أنفسهم إنهم هن أذكى. يا لجهلهم ويا لكبريائهم. على مين بتحكوا هذا الكلام؟ على الكاهن؟ اتركوا الكهنة لدينونة الله. دينونة الله رح تكون كبيرة علينا نحن الكهنة والأساقفة. انتوا اتركوكم منا، انتوا طيعونا لما منتكلم بالحق، ولما منكون بداخل إيمان وعقيدة كنيستنا المقدسة الأرثوذكسية الجامعة الرسولية في زمن ما بدهم نتكلم عن الحقيقة، بدهم نتكلم عن إنه الكل واحد. لا يا أبنائي، الكهنة مش راح يقدروا إنهم يحكوا الكل واحد. ما في الكل واحد. مين بيكون حقيقي ابن الإيمان الحقيقي؟ يتحد بالمسيح وبالقريب. أما الهرطوقي لا، لأنه إيمانه وعقيدته هي مش للمسيح، ولكن هي للشيطان. منا نعرف مين منا نعبد، ومنا نعرف وين العالم رايح. العالم في الأواخر رايح أبنائي لعبادة الشيطان. امبارح كان عندي اتصال من أمريكا، وحكت لي أم، حكت لي: سيدنا بعلموا أبنائنا صار في المدارس عبادة الشيطان، صاروا أولادنا في المدرسة يتعلموا عبادة الشيطان. مش واضح لإلكم إمتى رح نصحى ورح نشوف الأمور والأحداث على حقائقها؟ هل يرضى في الأردن بين 150 ألف مسيحي يكون 66 طائفة مسيحية اللي بيدعوا إنه المسيح معهم؟ لا، أنا اليوم بحكي لهم المسيح مش معهم، والمسيح براء منهم، وهم ضد المسيح، وهم أتوا ليفرقوا في بلادنا المقدسة. وأسقف الكنيسة سيتكلم عنهم، ورح نأخذ كل الإجراءات اللازمة حتى نوقف هاي المهزلة اللي بدهم يعملوها في بلادنا. بلادنا مش سايبة، فيها كنيسة وفيها دولة. 66 فئة أعطيت عناوينهم للدولة. إيش المطلوب؟ شو المطلوب المسيحي هون؟ كيف يصير؟ ليش منا نقسم المقسم ومنا نشتت المشتت؟ هاد مين بيخدم ومين؟ لمصلحة مين هاد بيصير؟ ولأمتى منا نضلنا ساكتين باسم إننا نكون موحدين، وباسم الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات وإلى آخره من الأمور اللي أصبح يترجمها أقوياء العالم بموجبهم؟ وهذا إلنا واضح، نحن بالأخص في بلادنا منشوف كيف بتعاملوا مع قضايانا كلها في الشرق الأوسط، بأنو معيار وبأني حقوق إنسان وبأني حريات وبأنو وبأنو. ومنشوف برا اللي بيدعوا بالحريات لوين رايحين؟ إيش المطلوب منا؟ مش لمطلوب وأخيراً إنه نقف حول كنيستنا
وحول كهنتنا الورعين، حتى نكون كلنا قلب وفكر واحد، حتى نقدر إنه نبقى مع مسيحنا وإلهنا اللي أجا في بلادنا حتى يقدس العالم بأكمله. المسيح أسس كنيسة مقدسة، جامعة رسولية، كنيسة واحدة. ما أسس في الأردن 66 فئة اللي بيسموا أنفسهم كنائس. مش لازم ولا واحد فيكم يحكي عنهم كنائس، لأنهم مش كنائس. كنيسة المسيح هي واحدة. في أمريكا في 5000 طائفة مسيحية تدعي إنه المسيح معها. شوفوا العالم وين رايح، وبوضوح العالم رايح لعبادة الشيطان بالتحديد، وهذا بتحكيه الرؤية. وحتى يوصل الإنسان لعبادة الشيطان لازم يتحضر عبر العصور والأزمنة، لازم بوصلة قلبه اللي فيها نور المسيح تطفئ تنطفي، حتى يصير جواته ظلام وما يقدر يميز مين المسيح ومين الشيطان. وهذا بيصير في زمننا هون عنا في بلادنا. بكل أسف في كثيرين بسمع بيحكوا منروح على الفئة المعينة ومنشوف غاد الروحانية. عن أي روحانية بتكلموا؟ هون نحن أمام دمار بوصلة القلب. لما بوصلة القلب يعني النور اللي فيك بيسمح ظلام، زي ما بيحكي الإنجيل، فالظلام كم يكون؟ قديش بده يكون الظلام؟ عشان هيك أبنائي مسؤولية كل واحد فينا أن نطيع كهنتنا وما نتفلسف عليهم باسم التحضر، ونخلي أولادنا تحت بركة الكهنوت. أحد الآباء كان يحكي إنه الكاهن الله سيدينه ورح يدينه بقساوة. أنتوا نيالكم كثير أمور رح يحكي لكم إياها بهمش أبنائي، بهمش نحن ولا رح يكون معنا ولا ما في بهمش، ولكن رح يكون قاسي شديد معنا، رح يحاسبنا على أدق الأمور. عشان هيك كان يحكي الأب هذا القديس، اتركوا الكهنة لحساب ودينونة الله، لأنك لما بتدين كاهن أو بتتفلسف على كاهن، دينونتك أمام ربنا رح تكون زي دينونة الكاهن. عشان هيك انتبه وخلينا نكون تحت بركة الكاهن. أنا لما بحكي للكهنة زوروا أبنائنا، زوروا الرعية، ليش؟ لأني بدي يدخل الكهنوت لبيوتكم، لأنه مجرد دخل الكاهن للبيت بدخل البركة، بركة الكهنوت، نعمة المسيح، بركة أسرار الكنيسة وحياتها. هذا شيء مقدس ويقدس الشعب. نحن في زمن ما بدهم إيانا نتقدس، ما بدهم إيانا نتقدس. عشان هيك خلونا نتجاسر، وسمحوني نتواقح على كهنتنا، ومنفكر إنه هذا ذكاء، أنا شاطر وبحكي. لا أبنائي، عشان هيك كتير مهم طاعتنا للكنيسة وقوانينها، طاعتنا لحياة الكنيسة يكون واضح، طاعتنا للأب الروحي ولكاهن الرعية مهمة وضرورية، لا بل أساسية في حياة الرعية في حياة الكنيسة. عشان هيك كتير مهم الشبيبة، مدارس الأحد، سيدات الكنيسة، الكشافة، كل الفئات الموجودين في داخل الكنيسة يكونوا تحت طاعة الكاهن مش تحت طاعة أفراد. انتبهوا، يا ويلكم إذا خليتوا أفراد إنهم يكونوا مسؤولين عنكم واستثنيتوا الكهنوت. هذا هو مخطط الشيطان، أن يستثنى الكهنوت ويدخلوا ناس تانيين
مش هذا عملوه في بلادنا؟ صار القسيس فلان مثل أبونا. كيف القسيس مثل أبونا؟ كيف القسيس الهرطوقي مثل أبونا اللي بيقدس الذبيحة اللي المسيح بيستعير فمه ويديه حتى يتمم الذبيحة؟ كيف بتساوي هاد بهذاك؟ كيف بتساوي اللي بيستعيره المسيح حتى يتمم الأسرار مع اللي بيستخدمه الشيطان ليتمم مخططه في العالم؟ كيف بتوسوه؟ كيف بتعملوه واحد؟ وكيف بدكم إيانا نحن نحكي لكم إنه واحد؟ لا، ولا أنا ولا كهنتي رح يحكوا لكم إنه واحد. احكوا لنا متعصبين، اتركونا، سووا اللي بدكم إياه، ولكن أنا بحملكم مسؤولية أمام الله. أمام الله نحن رح نتكلم بالحق، وسيبقى صوت الحق. والحمد لله نحن في دولة اللي فيها جلالة الملك، وهذا ما بحكي محاباة لأحد. في نعم، لأنه لو بحكي هذا الكلام برا رح يجي المدعي العام ويتهمني إني تكلمت ضد حقوق الإنسان وضد الحريات، والمدعي العام رح يقدم فيي شكوى للمحكمة، وكنت رح أحاكم. ولكن الحمد لله نحن في الأردن في دولة هاشمية فيها بركة من ربنا، ومنحكي بحرية، وهاي هي الحرية الحقيقية، مش الحرية اللي عندهم إياها برا. هديك حرية مزيفة بدها تقلب المعايير والميازين، وبدها تقدم حقائق هي باطل. عشان هيك أبنائي حبيت اليوم أحكي لكم هذا الكلام من القلب لقلوب كل واحد منكم. من أراد أن يسمع فليسمع، ومن لا يريد هو حر. هون تكمن الحرية. ولكن أتركك أمام الله، ولكن ما بتقدر تطلب مني إنه أغير إيمان الكنيسة، ولا بتطلب مني إنك أساوي الحق مع الباطل، النور مع الظلام، العدل مع الظلم. لا، راح تضل الكنيسة مفصلة كلمة الحق باستقامة وأساقفتها وكهنتها. وعشان هيك أنتوا الشعب صلوا من أجلنا حتى نبقى مستقيمي الرأي في زمن ما بدهم إيانا نحكي هذا الكلام اللي بحكي لكم إياه اليوم. بدهم نحكي كلنا واحد في المسيح، ولازم نحب بعضنا البعض، ومين ما أجا منفتح له بيوتنا وهلم وجر. هذا الخطاب اللي بدهم إياه الكنائس تعمله، خطاب مزيف كاذب. لا يا أبنائي، أسقفكم الموجود في الأردن وكهنتكم الموجودين مش رح يقوموا هذا الدور، ولا رح يلعبوا هذا الدور، السمحوني مذل، ولكن رح يكونوا بمحبة يتكلموا لكل واحد فيكم. من أراد أن يتبعني فليتبع، ومن لا يريد فهو حر. هاي هي محبة الله. المحبة، محبة الله لإلنا هي محبة أرستقراطية. شو يعني المحبة الأرستقراطية؟ يعني أن نرفض وأن يبقى بحبنا. في أعظم من هاي محبة، وفي أعظم من هاي الحرية؟ نحكي له ما بدنا إياك، منا مسيح غيرك، من الهراطقة، وهو يحكي أنا بحبكم ورح أبقى أحبكم لأنكم أبنائي وبناتي. هذا هو إلهنا وهذا هو مسيحنا، اللي له المجد والسجود والكرامة إلى الأبد. آمين.